الصبيحي يعلن مبادرة للحل في اليمن، والحوثيين يردون على طلبه. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. شدد وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي على ضرورة إيجاد حوار يمني يمني يوحد الصف الوطني في مواجهة التحديات. وقال الصبيحي خلال استقباله في منزله بمحافظة لحج جنوبي اليمن جمعا من مهنئيه بمناسبة إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى، إنه لابد على كافة القوى السياسية جنوبا وشمالا أن تخوض حوارا سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، متمنيا أن تجتمع جميع الأطراف في العاصمة صنعاء. ومثلت تصريحات الصبيحي صدمة للتحالف الذي تقوده السعودية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، حيث سارع الطرفان إلى التشكيك فيها والتقليل من أهميتها. ردت حركة أنصار لها الحوثيين في اليمن على أول تصريح يلي به وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي منذ مغادرته صنعاء ووصوله إلى مسقط رأسه في محافظة لحج جنوبي اليمن بشأن الحوار بين القوى السياسية اليمنية. وقال عضو مكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم في تدوينة على تويتر: هذا هو الرجل الوطني والهامة الوطنية، اللواء محمود الصبيحي، وما تحدث به في تصريحه الأول يثبت ذلك، ونرحب بما دعا له. وأضاف: صنعاء الدولة بابها مفتوح وترحب بالجميع في الحوارات التي تفضي إلى توحيد الصف الوطني وتحقق الإجماع الوطني في مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات والأطماع الاستعمارية الدولية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.